يعطيك العافية. طيب، نصيحة لكل طالب سواء بتدرب عندي أو ما بتدرب عندي في منطقة الفحص، يعمل التست هذا، ما يروح جولات الفحص كاملة، لأنه أهم جزئيتين بالفحص أنه كيف يلف ويرجع من الجزيرة الوسطية ويفوت على الترخيص، وكيف يلف الدوار ويرجع للترخيص، لأن العك بالستيرينج وبالتعديل مع الطالب بيصير بأكثر مكانين، كيف بدي يفوت على الدوار وكيف بدي يوقف جنب الجزيرة باتجاه الترخيص. أول إشي بدنا نفحص مستوى الدكتورة، تفضلي وريني أنت. طبعا ما تدربت معي، تدربت معي يمكن هاي المرة الثانية تطلع معي على ما أعتقد، ودي بدي أفحص مستواها أو المستوى اللي راحت فيه على الترخيص عشان تقدم امتحان، بدي أشوف شو معتقدها، عشان إذا معتقدها خاطئ أصوب لها إياه. طبعا زي ما شفتوا، زي ما شفتوا لفت بستيرنج مش كامل، هاي رح اشرح هالنقطة. لازم طلعتي بالمراية الشمال، لانه اذا ضربتنا الفورد فيوجن بيطلع الحق عمين علي. تعال عندي، لازم اجت السيارة مستقيمة بالمصرف هون، اشوف فوتي على الدوار الصغير وارجعي. لاحظوا انه كيف لفي لفي، فاتت على الدوار بسرعة ما فوق العشرين، وسعت عن الدوار واخترقت مسار بالدوار. كما مرة بالله لف وارجعي. بيان، شايفة كيف مسكتي للستاند جاي من، لا هيك راس بالمباشرة، ليش؟ لفيتي الستيرينج والعمود طلعي وينه؟ وينه؟ جنب العجل الامامي من السياره. رجعي الستيرنج دغري لو سمحتي، رجعي لعندي كمان، تيسير العمود على نص السياره، لف شمال سريع. صح، هي صار وين على نص السياره، بقدر الف شمال على الاخر، على الاخر. طيب الان فحصت مستواها وشفت اخطائها، وبدي اشرح لها اخطائها وخليها تعيد الصح. قيمي ايدك لو سمحتي، الان دوري للشرح. اعطيني بنزين خفيف. طيب نحكي عن الدوار ودخول الدوار واصول الدوار. اول قاعده يا دكتور، انه لما اطلع الدوار احسه جنب اجري وكتفي تماما. طلع الدوار وين حسيته؟ جنب كتفك واجرك. مين انو جهه؟ الشمال، مزبوط. بقول لك اوعى تفوتي الدوار بسرعه اكثر من 10، يعني بين 8 و 12 شو حكينا، تعتبر ايش؟ اقرب للعشرة، صح؟ بقول لك لما تصير اجريك عند نهايه الدوار لفي الستيرنج، لفي الستيرنج بطريقه ما يختفي الفراغ اللي بينك وبين الدوار. بنزين، بقول لك القاعده، اول ما تشوفي المسرب او الشارع عدلي بتكوني بالمسرب رقم واحد، بتحطي غماز وبتوجهي السياره توجيه ثابت بالستيرنج، وتطلع على اخر الشارع، شوفي اخر الشارع مضافه، صح؟ طلع البوابة السوداء، تحسيها باتجاه جسمك. متى الف شمال؟ لما يصير العمود وين؟ على نص، بلف شمال على الاخر، وبوقف بطريقة بوز السيارة ما يطلع عن حدود الشارع. مدي اجرك شمال بالله هناك يا دكتور. حاسي اجرك الشمال على مستوى الحافة ولا لا؟ على مستوى الرصيف ولا لا؟ وهذا الصح. بنزين لو سمحت. اكرر بالديتيلز بالتفاصيل الصغيره، ترك الدعسات. انا لما بدي اصل المطب هذا بصله تحت العشرة بشوي. طلع السرعه بالله لو سمحتي دكتور. طلع كم السرعه؟ 6 تقريبا. كيف طلعت؟ بهدوء ولا بقوه؟ هدوء. شوفي الدوار جنب شو؟ كتفي واجري. وبلف الستيرنج. اختفى الدوار ولا موجود؟ لسه موجود. بنزين، اول ما بين الشارع علي عدلت، حطي غماز شمال، مراي شمال، في حدا؟ بحرف تدريجي وبطلع على البوابة السوداء او نهاية الشارع، وبخلي جسمي دغري، وبس اتجاوز كتفي الف شمال على الاخر ووقف. اعيد انا ولا انتي؟ انا. اوكي، اعطيني لو سمحتي. طبعا بعد ما شرحت لها حابين نشوف شو استفادت مني. طبعا انا يعني
طلابي بيعرفوني انا من المدربين اللي ما بتدخل لا بالدعسات ولا بالستيرنج الا وقت الحادث، شعوري بالحادث الكامل، مش انه عشان يسيطر اسيطر معه، لا السيطره بترك وبعطيه فرصه يسيطر لحاله. لما شمال طلعتها صح، سرعه صحيحه. الان قلنا الشرط الثاني اني ما افوت الدوار في سرعه فوق العشرة واصبر تتسير اجري من نهايه الدوار صح، والف شمال على الاخر، على الاخر لانه دوار صغير على الاخر بده ستيرنج صح. بين المسرب قدام وجهك، بين عدلي عدلي. غماس شمال مباشره ومراي شمال وتفقد اذا في حدا جاي من شمالك. احسنت والله دكتور. خلي جسمك دغري مع البوابه السوداء، لف شمال سريع. احسنتي دكتور، احسنتي. طيب طلع على اجرك، بالله اجرك لا تشيليها، انا عارف انك مش متع... اه لا تشيليها اجرك. فايتي على الشارع اشي بسيط ولا على مستوى الرصيف؟ هاي الاشي بسيط عليها رسوب. قيم اجرك، لازم تكون هيك. اشي البسيط هذا مهم، لانه مجرد ما دخلت اجرك على الشمال، الفاحص عبارة عن سايق، الف وارجع. الفاحص عبارة عن سايق. فرشان عبارة عن سايق، يعني إذا حس جسمه فات على الشارع بنقز بدعس بريك وبصير يصيح، أو بيكون له ردة فعل شوي عنيفة. تمام؟ حابة تعيديها؟ أنت حابة تعيديها تجربي حالك كمان مرة بتغلطي ولا لا؟ أوكي. طبعا دكتور أنا من عاداتي إني ما بطلع الطالب من مكان دربته عليه الا على مسؤوليه الطالب، يعني بساله حاب تعيد انت حر، مش حاب تعيد عادي بشرح لك شيء ثاني. اما ملل ما بمل، عادي اعملي اللي بدك اياه مقابل انت تقولي لي انا استوعبت. لا اتاخرتي في التعديل، لازم اجت على اليمين عشان اذا اجت سياره مسرعه تضلها منافذه من شمالك، بعدين تستاذني بغماز. انت لا جبتيها مباشره باتجاه المسرب، هاي الغلطه. سريع ستيرنج يكون، ما سكرت الستيرنج، لازم تسكري الستيرنج وتوقفي، لسه اجرك ما فاتت على مستوى الرصيف. ايوه. طيب فوتي لي باتجاه بوابه الترخيص لو سمحتي. بنزين. فوتي. تمام. لف شمال على الاخر، طبعا ممنوع الدخول لجوا. لانها منطقه عسكريه. طيب دكتور. أعطيني أشرح لك وفهمك، تمام؟ قيمي إيدك وجرك. دكتور طلع علي. بداية الشارع تحسب من وين؟ من عند إيش؟ بداية الرصيف صح ولا لا؟ هسا من بعد حافة الرصيف، من بعد حافة الرصيف يسمى شارع جديد صح؟ طيب دكتور احطي لي اجرك شمال مكانها لو سمحتي. دكتور اسماعيل انا بدي اسالك سؤال عفوي وانت جاوبيني على قد السؤال. اول ما تحسي جريكي صاروا على مستوى الرصيف او على مستوى الحافه او على باب الشارع، احكي لي زياد بحس انه اجري على باب الشارع وقف. صح. طلعوا السياره مساويه لحافه الطريق، مش معتديه على الشارع، هاي تصوير للشارع وهي الوقفة السليمة. طب زياد بس هاي حركة انه يجري على باب الشارع؟ لا، ميلان السيارة، السيارة مايلة بزاوية 45 درجة باتجاه اليمين. هاي اكثر الطلاب هون ترى شو بيعملوا؟ بكونوا مش كاشفين بسبب السيارات الواقفين هون، بروح يوقف السيارة لقدام بحجة انا مش شايف. مزبوط؟ وهاي هي الغلطة اللي بترسب، وفي منهم بيوقفها بشكل مستقيم باتجاه الفتحة. طب والزاوية 45 شو فايتها؟ فايتها انها بتفوتك على مسرب رقم واحد جنب السيارة البيضة بالضبط تماما. لأنه إذا كانت دغرية من هون لتلف الستيرنج شو بتعمل السيارة؟ بتضرب مسربين، تضرب مسرب واحد ومسرب اثنين. على تعليقا على بعض زملائي في بعلقوا علي إنه ما في مسرب اسمه زيرو، فعلا فيش مسرب اسمه زيرو، بس اسمه شولدر كتف الطريق أو مسرب الخدمات. بس انا تسهيلا للطالب على الاستيعاب شو بقول له؟ بقول له الشولدر، بدل ما اقول له شولدر واحد واثنين بقول له خلص صفر واحد واثنين. طب بقول لي ليش صفر؟ بقول له انه السرعه بتكون في صفر من سبل تفتيت المعلومه او تسهيل المعلومه مش اكثر. اتفقنا؟ طيب اسمعيني، شوفي انا كيف بدي اطلع بالسياره بحركه مد الكتف، يعني كيف؟
ما بعرف هيك انا مبين تمام. طلع علي لما طلع علي شايفتيني ومبين هون صح. لما بدي الف وجهي وانتبه لازم كتفي وراسي يروحوا لاقصى نقطة بالامام. السبب اجيب ابعد نقطة بالشارع مش انه في حدا ولا لا. طلعي مدي لي عينك هناك يلا مدي مدي كمان طلعي بينت عليك سيارة صح. هاي المدة اذا ما مديتي حالك المدة هاي تحسب عليك نقطة مراقبة وانتبه. وصلت؟ طيب دكتور انا بدي ارجع السيارة محل ما كانت. كأنك طالعة من باب الترخيص. طبعا الدوار ليش علمتك عليه برا؟ لانه الدوار اللي وراك شايفتين نسخة عن العملية هاي نسخة. امسك البريك وريني وقفي لي السيارة بزاوية 45 على باب الشارع بدون ما تمدي. دكتور اعتديتي على الشارع. وين الغلط؟ انا احكي لك شو غلطك. دي مجرك دكتور. غلطك بدرجات البريك. اكثر الطلاب بالاستفاف وبالتقاطعات بيغلطوا بدرجات البريك. مش فاهمة البريك اول درجة فيه يا دكتور. هاي اجري وهاي البريك. البريك اول غلط اول درجة فيه بتضوي الضوء، الثانية بتهدي، الثالثة بتوقف. طب انا شو غلطت يا زياد؟ هسه حبه فاهمك شو غلطتي. انت حوشتي الثلاث درجات اول ما وصلتي. لا غلط. لازم حسيت بالاقتراب درجة، حسيت اقتراب اكثر درجة، حسيت بالوصول بزيد درجة، واللي هي السيارة واقفة واقفة ناعمة. وصلت شو غلطتك؟ تفضلي اطلعي. ما شفتك مديتي رقبتك وراسك لجهة الشمال. يلا مدي يلا مدي يلا وغمازك محطوطة يلا روح. ننزمر زمر خلص وقت عليك. طب زياد ما انا شايف فيهاش حدا. غماز يمين. يعني انا بدي امشي تحت قاعدة لازم في حدا جوا السيارة ازمر له او لا؟ اغلط. طلعي لي على الضوء الشمال فات بالاياب ولا لا؟ فات بمسرب الاياب. كم؟ روحي بنزين هالصايرة عيدة واشرح لك اياها. زمري هذول قاعدين بيرموا حجارة بعض. ننزل من هاي غمى شمال ضربتي بالجبل وقوف كامل. امسكي البريك. لاحظي عمرايتك وينها؟ وين شايفتيها؟ على مستوى الرصيف ولا مش على مستوى الرصيف؟ طلعي الرصيف اللي بالنص الجزيرة الوسطية. حاسي انه مرايتك عليها صح؟ بالضبط هون بوقف. بنزين يلا بنزين. لفي لفي كمان تتشوفي المسرب تاعك. طيب هسا انت هون لحد الان حطيتي من عند المغسله غماس مال بريك واخطيتي بالفوتي هاي. هسا راح اعلمك على الثنتين وتعيديهم. لا غلط الوقفه تركي البريك في وراي باص. بعد هسا بشرح لك يا روحي روحي شمال. غماز يمين وقفي. دوري لفي ورجعي. لا ما وصلت. لو مديتي راسك تح اسفل المراي برا على العجل الامامي برا برا طلع علي هون هون تحت العظم السوداء. شايف العظم السوداء تحتيها تطلعي. يلا لا طلعي دكتور. كتفك بدي يلمس الباب وتميلي راسك هيك. ايوه هيك صح هيك بتقدري تعرفي انه فيها مجال ولا لا صح. يلا حطي الريفيرس بعدين الستيرينج بعديها الستيرينج سريع. لف الستيرينج سريع اول اشي يلا. اي هسه لفي وجهك لورا بعديها تركي البريك. اذا تركتي البريك قبل ما يخلص الستيرينج برسبك الفاحص عليها. امسكي البريك. لا الريفرس موجود صح. لف لا تركي البريك غير لما تلف وجهك لورا. لف وجهك لورا ارجعي. انا ما بعرف كيف اي اساس انت بترجعي بس ارجع اشوف انت اي اساس ترجعي. برضو رجوع خاطئ وهسه رح اشرح لك اياه ليش. حطي الدي بعد الستيرينج.
رجعت اوفر ولا لا يا بيان؟ بلا. احنا اصول الرجوع تعلمناه ايش؟ اما وصول الحافي او الميلان، اذا الميلان سبق الوصول لا داعي للوصول، صح ولا لا؟ غماز دكتور وقفتك صح ولا غلط؟ طيب حسام انت غلطتي معي غلطتين، ترك الدعسه. غلطتي انه انت بتمشي السياره للامام وانت لاف وجهك وين؟ على الشمال. المفروض دكتور لما بنروح على اليمين نقارن اجرنا بالحافه اليمين هاي، احس اجري على مستوى بدايه الشارع بالشكل هذا، مسكر المسافه بيني وبين الرصيف بطريقه ما تمر دراجه ناريه من يميني. فهمت شو الغلطه؟ اوكي روحي على الترخيص، غماز يمين شغال، انتبهت الشمال يمين شمال شمال كمان مره. بقول لك القاعدة، اللي بيروح على اليمين دكتور بدي انتبه للشمال مرتين، واللي بيروح على اليمين طلع هالجاي جان عكس السير ما شاء الله، واللي بيروح على اليمين بدي انتبه على الشمال مرتين، واللي بيروح على الشمال بدي انتبه على اليمين مرتين. نروح على اليمين اشوف الخطأ الخططي على التقاطع هاد زبطيه هون، اشوف هذا كي الزاوية طلع بعيد عنها، انت لسه مش مايل للسيارة. من الشغلات اللي بتصير بالترخيص مجيء الناس عكس السير، والفاحص بيصير يصيح عليك مع انه الحق مش عليكي. خلص روحي في سياره وراي. هاي برضه راح احكي لك شو لازم تتصرفي معها. لفي ورجعي. اعمل اللي تعلمناه، اول ما تشوفي الشارع قدامك دكتور عدلي باتجاهه، عدلي. اها هيك صح. غماس شمال ومراي شمال، ومراي شمال. بنزين شوي مش كثير. طلع على باب النظافة بعيد، جيبي جسمك دغري هدي، وستيرينج يكون سريع دكتور، سريع الستيرينج، ووقفي بحنية بحنية بحيث ما تحسي انه بوز السيارة فات وين؟ مشكلة بريك دكتور، ما تحسي انه بوز السيارة فات على السايد الثاني، اوكي؟ اوكي. بنزين بيان، بس بدي اشرح امسكي اليمين وصوري هذا المقطع، اوكي؟ اوكي اوكي. تعطيني هالسيارة دكتور أشرح لك أخطائك. تمام، مش أخطائك أنت دكتور، أخطاء أكثر الطلاب. أشوف ريكوردر شغال صح؟ تمام. أخطاء أكثر الطلاب ما بيعرف يتصرف بالمنطقة هاي. أول إشي بدي أسألك عشان أشوف أنت شو فاهمة وشو فاهمة، أوكي؟ هسا أنا بالشارع اللي أنا فيه كم مسرب؟ اثنين. أنا ماسك أنو مسرب يا دكتور؟ واحد. صح، بضلني ماسك واحد وبرسمه وبوصله مع الشارع الجديد اللي دفوته. تمام؟ يعني طلعي لي على الدوار مسرب اللي جنبه صح؟ وانا مسرب مزبوط؟ طلعي اكثر الفاحصين بخافوا من الدخل هاي. في حدا؟ في حدا؟ لا. شو بعمل دكتور؟ لا بقرب على باب المغسله وعلى ارض المغسله ولا ببعد زي ما عملتي معي. بجيبها بس بوز السيارة يصير على مستوى الفتحة. ها شو شايف بوز السيارة وين صار؟ على مستوى فتحة الذهاب ولا الإياب؟ الذهاب. بلف الستيرنج باتجاهها بشكل نشيط. أول ما أشوف نهاية الشارع شو بعمل؟ بعدل بنزين. بدي أسألك سؤال دكتور جاوبي عليه. أنا الشارع أنا فيه كم مسرب؟ اثنين. بنزين دكتور لازم يكون جسمك ووجهك بنص المسرب، انت قبل شوي وين اجيتي؟ اقصى يمين المسرب، وهذا خلاكي تخبطي طرف الجبل، بنزين. تمام؟ ترك البنزين، هون انا مش معتدي على الاياب وبالذهاب تاعي، مرايتي وصلت بنزين، مرايتي وصلت نص الجزيرة، شو عملت لفيت؟ لاحظي قبل شوي بدي احط الكاميرا هون يا بنت. انت دكتور اجيتي على المنطقة هاي، هاي مش النا. هاي النقطة شايفيتها مش النا. لازم تيجي هون وبشكل استقامي على مسربك، شايفتيه؟ فهمت شو غلطتك هون وهناك؟ تمام. ثانيا
يا دكتور، غلطتي معي وين؟ غلطتي معي بوقفتك بالذهاب للشمال. طب زياد ليش غلطت؟ انا قبل شوي انت قلت لي بس يصير نهايه انت انا حكيت لك انه بس يصير نهايه الرصيف على كتفك لفي، بس يا اختي هذيك الفتحه جايه على مستوى الجزيره، هاي لا الفتحه مش على مستوى الجزيره، طلعي فتحه الذهاب وينها؟ هناك. فانا بدي اخلي مرايتي توصل نص الشارع اللي بدي افوته، طلعي والف بوز سيارتي باتجاهه بطريقه ما يطلعش بوز السياره على مستوى الرصيف. طلعي بوز السياره باتجاه الذهاب وكتفك باتجاه الاياب. مزبوط؟ رجعي شوي لورا، ارجعي شوي لورا كمان وصوري لي هذا المقطع وانا بفوت بالسياره. طلعي شوي ايوه هيك. شوفي يا دكتور، طلع حركه السياره لما تمشي، شوفي لمسات الاياب ولا اجت فاتت على الذهاب بشكل مباشر. وهذا الصح. اشرح الدوران، تمام؟ اوكي. الدوران الشبه واسع بيخدع. مرات بتطلعي بتقولي الشارع عريض شكلها بتلف من اول مره. لا هسا احنا بنلتزم بالقواعد ومش مهم كم مره تلف معي السياره، تمام؟ شوف هاي غماز ستيرنج مراقب وانتباه. طيب اعيد لك اياها بطريقه الاحتراف. ما بصير تفكي الحزام طبعا، هي ترخاي بس انا عشان بعيد عن الستيرنج، لان انا الدوران بدي اعمله بشكل كامل مع الشلح. اسمعي وركزي منيح في الموضوع. انا بدي الف وارجع وما بدي الفحص يحكي عني بطيء، شوفي كيف الخطوات. بحط الغماز والستيرنج والمراقب والانتباه بالمراي الوسط والشمال والنقطه العامية، تمام؟ في حدا مباشره بترك البريك، ركزي في هالنقاط. اول ما يختفي الشارع من وجهي بهدي، لف الكاميرا علي لو سمحت يا بيا، بهدي وبلف وجهي اسفل القطعه السوداء اللي بتمسك المراي، شايفتيها النقطه؟ يعني هسه الشارع مبين صح؟ اشري هناك بيا، محل ما بشرح صور. بس يختفي الشارع احكي لي اختفى. هون مش بوقف، انا وقفت عشان اشرح لك. هون بهدي وبمد راسي برا. طب تشو اولا اللي بس صاحب الحركه هاي بيقدر يقدر يقول وقف وتحس بتوازي ما بين العظم السوداء والحافه بوقف. صعبه؟ سهله صح؟ طيب زياد بدون وقوف اشرح لي اياها بشكل سريع زي ما بده الفاحص. حاضر، رجعت السياره زي ما كانت. نبدا غماز لا بدي ارجع كل شيء. غماز ستيرنج مراقب وانتباه، فيش حدا، تركت البريك، اختفت الطريق من قدام وجهي، هديت، وصلت الحافة ووقفت صح؟ طيب الآن بدي أرجع ريفرس. هاي حطيت الريفرس أولا، شو أول إشي؟ الغيار. شو بختار؟ الغيار. ثانيا الستيرنج، واثناء دوران الستيرنج ابديتنج للشارع من الشبابيك لليمين والشمال زي هاي السياره جتني، شفتي؟ طيب والله بدي اروح على الزاويه صوريني انا هيك. ايوه كمان، ايوه كمان، ايوه. ثانيا بلف وجهي بالطريقه هاي، طلعي دكتور علي شايفتيني؟ كتفي ما يكون هون، دير بالك هاي حركه الكتف هون بتمنعك تشوفي كل شيء وراكي. كتفي بده يتجاوز الكرسي، شوفي هاي الحركة أعطت حرية لرقبتي ولعيني أجيب زوايا السيارة من الجهتين. وما بترك البريك فجأة وبدعس بريك، غلط. بترك البريك، بلمس البريك درجة درجتين، مالت معي السيارة بوقف. مالت ولا ما مالت؟ بحط الدي وستيرنج وأبديت للشارع. خلص الستيرنج بنزين بنزين، وأول ما يبين الشارع بوجهي بعدل. صعب الكلام؟ طيب بنزين، بس قبل البنزين اعطيني لو سمحتي بيان. طلع علي بس تحمليني بس بهالكلمة، بعرف اني شرحت لك الزيادة بس انا حابك تتقني وتنجحي والله. طلع الحافة من هون لحد الزاوية، من حافة الرصيف شايفتيها لحد الزاوية، حافة مستقيمة ولا عوجة؟ مستقيمة. متى وجدت زاوية الكوربة هناك؟ طب أنا بدي أعملها على العرض البطيء برضو. أنا بضل دغري، شو بضل يا بيان؟ دغري دغري. شو بضل يا دكتور؟
دغري. طب متى ألف زياد يمين؟ أول ما حس العجل يمين صار جنب الزاوية، بحرف السيارة انحراف تدريجي مع الزاوية. طب متى أوقف؟ طبعا أنت بتعرفي صح؟ لما تحسي بمستوى إجرك وصل الحافة. هاي بوز السيارة، طبعا هذا ما بتقدر تشوفيها بالعين المجردة، اللي الكاميرا بتجيبه. بوز السيارة على مستوى الحافة ولا مش على مستوى الحافة؟ طلع إجرك، حاسة إجرك جوا الشارع ولا على باب الشارع؟ يا عيني عليكي. أنا بدي أروح يمين يا دكتور، فلازم أنتبه. شمال يمين شمال كمان مرة، أوكي؟ يا اطلعي.